الرئيس السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ويؤكد أنه رسالة سلام قائمة على الحوار. مظاهرات في لبنان لرفض مشاورات تشكيل الحكومة، وقوى الأمن تتصدى لمحاولات اقتحام مركزين للاعتصام. الحكومة السودانية والجبهة الثورية تمددان اتفاق جوبا مع تشكيل لجنة لإشراك أصحاب المصلحة في المفاوضات. انتصف ليل القاهرة 10 مساء بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية مفصلة من إكسترا نيوز، بدايتها وكالمعتاد مع ليلاس كافوزي. تفضلي ليلاس. شكرا لك أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية من فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعالية منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ. وفي كلمته أكد الرئيس السيسي أن المنتدى يمثل رسالة محبة وسلام للعالم قائمة على الحوار البناء، تؤكد التوجه نحو مستقبل أفضل وعالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار. رحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء ونبع الإنسانية. رحب بكم في بلدكم الثاني مصر. كما أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون. الحضور الكريم تجمعنا هنا اليوم لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين، ذلك الحلم الذي بني على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل، وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف. الحضور الكريم يشرفني أن أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، يكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل، عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شباب العالم للمشاركة في الحوار العالمي بالأمم المتحدة. وأشار الأمين العام في كلمة موجهة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ إلى أن الحوار يهدف إلى بناء عالم أفضل للجميع. The United Nations Youth 2030 strategy recognizes that we cannot achieve the sustainable development goals without meaningful participation from young people. And I encourage you to keep pushing to overcome poverty and gender inequality, to prevent armed conflict and end corruption, to fight hatred and uphold human rights, and they ask you to keep leading the pressure needed to address the climate emergency. Next year is the 75th anniversary of the United Nations. To mark the occasion, we are launching a global conversation, and the United Nations needs your ideas. Please join the discussion and help us build a better world for all. دعا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ليونغ إلى تنمية قدرات الشباب بما يخدم سوق العمل. وفي كلمته أمام منتدى شباب العالم أشار ليونغ إلى أن المنتدى في دورته الحالية يتضافر مع محاور الأمم المتحدة للسلام والتنمية، وذلك لإرساء الرخاء في العالم. إن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر ويتلائم أيضا مع محاور السلام للأمم المتحدة. إن ضمان السلام والأمن الدوليين أمر حتمي من أجل أن يكون هناك رخاء عام في كافة المجتمعات. إن استراتيجياتنا التعاونية سوف تنمي حياة الشباب وتزيد من قدراتهم الإنتاجية من أجل أن يحققوا حياة أفضل.
من أجل بناء وعي بقدرات التكنولوجيات الجديدة من خلال الثورة الصناعية الجديدة وتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة إلى وضع معايير لاستغلال كافة الموارد، ومن أجل أيضا بناء المعرفة وتشارك المنصات وتطوير أطر للتعاون بين الدول الأعضاء في اليونيدو. ومن بين النماذج الملهمة التي جرى استعراض نماذجها في الجلسة الافتتاحية أو في الحفل الافتتاحي بالأحرى، عربت الأمريكية جيسيكا كوكس أول قائدة طائرة من ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة في كلمتها أمام منتدى شباب العالم، أعربت عن فخرها واعتزازها بالوجود في مصر. واستعرضت جيسيكا مواقف من حياتها باعتبارها من ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن والدتها كانت دائمة القلق عليها طوال فترات حياتها، وصولا لكونها أول امرأة تقود طائرات من ذوي القدرات الخاصة في العالم، مضيفة أنها حاربت طوال حياتها للتغلب على كل مواقف اليأس والإحباط لتحقق حلمها في النهاية وتصبح نموذجا يحتذى به. التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع كل مناظره الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم. كما حرص الرئيس السيسي على استقبال ضيوف المنتدى والذي يشارك فيه أكثر من 7000 شخص من 197 دولة. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد الرئيس فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة وفروعها. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نشاطه فجر اليوم بجولة رياضية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش مشاركة سيادته في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ. ثم تفقد سيادته فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، مرحبا بسيادتك غانم في جامعة الملك سلمان وتحديدا في فرع جامعة الملك سلمان مدينة شرم الشيخ. هي فندم جامعة الملك سلمان ضمن مجموعة من الجامعات اللي سيادتك كلفت الحكومة وكلفت وزارة التعليم العالي بإنشائها والإشراف عليها، وده ضمن حفنة من المشروعات القومية الكبرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي اللي سيادتك كلفتنا بيها أكثر من 35 مشروع من جامعات حكومية وجامعات أهلية وجامعات دولية وجامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى معاهد ومراكز بحثية في مجالات تكنولوجيا الفضاء ومجالات بحوث الإلكترونية. النهاردة فندم جامعة الملك سلمان هي جامعة في محافظة جنوب سيناء، موجودة في ثلاث أماكن، في مدينة الطور، في مدينة شرم الشيخ، في مدينة راس سدر. يوجد بها 15 كلية و57 برنامج. يوجد في مدينة شرم الشيخ يوجد فيها 4 كليات فيها 15 برنامج، مدينة الطور فيها 7 كليات ب 20 برنامج، مدينة راس سدر فيها 4 كليات ب 22 برنامج. البرامج الدراسية يا فندم برامج متنوعة وبتحاكي متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، وايضا احتياجات سوق العمل ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم. المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده في مدينه شرم الشيخ يوجد بها كليه للسياحه والضيافه وبرامج في اداره والمنتجعات واداره الاحداث السياحيه واداره وعلوم المتاحف واداره التراث، كليه للفنون والتصميم، ويوجد بها كليه للرسوم المتحركه وكليه للالعاب وكليه للالكترونيات والحركه، كلية للعمارة، كلية للألسن واللغات التطبيقية، وفي الطريق إن شاء الله يكون كلية للإعلام والصحافة. بنراعي في أثناء وضع البرامج من أكثر من 150 عالم وأستاذ متخصص بالاتفاق مع هيئات ومؤسسات عالمية لوضع وتصميم البرامج، بنراعي في هذا الوضع أن يكون البرامج المقدمة
مش بس في احتياج الدولة ولكن أيضا في احتياج الإقليم. الكليات تفندم في فرع طور المرحلة الأولى بتستوعب 5700 طالب. المرحلة المستقبلية فندم مخطط إنشاء 3 كلية ومستشفى جامعي، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية التمريض، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي. فرع الجامعة فندم بديل راس سدر على مساحة 330 فدان، وتضم المرحلة الأولى مبنى إدارة الجامعة، كلية العلوم الإدارية، وكلية الزراعات الصحراوية. تبلغ نسب التنفيذ يا فندم فرع الجامعة بديل طور 72%، نسبة تنفيذ فرع الجامعة براس سدر 79%، أما في خلال شرم الشيخ فندم 82%، وبإذن الله فندم الجامعة هتكون إن شاء الله النهو 30/3 طبقا لتوجيهات سيادتك. يعني احنا ان شاء الله السنه دي ان شاء الله تمام. طبعا العدد المتوقع للجامعه ككل عند اكتمالها بالكامل ان شاء الله هيبقى حوالي ما بين 16 ل 18000 طالب. طيب كنا احنا مختارنا الارض دي اخترناها على البحر. ايوه بقولك ايوه، وقلنا هنعمل كورنيش عشان يخدم على فكر السياحه مستقبلا يعني. طيب. لدول طيب احنا بنعمل حاجه للمستقبل تمام. هناخد ارض على البحر عشان نعمل الجامعة ونعمل كورنيش كويس قوي والناس تستمتع بيه. الناس مع سيادة المحافظ نعرض على سيادتك التصور. كما تفقد السيد الرئيس مجمل منشآت جامعة الملك سلمان بفرعها بشرم الشيخ على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور. عبرت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بحضور انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وخلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت قرينة الرئيس أن انطلاقة المؤتمر التي حضرها الآلاف من شباب العالم تأتي استكمالا لحلم بدأ منذ عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام. التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال نظيره الليبي المستشار عقيل صالح على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وخلال اللقاء أكد عبد العال تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددا على دعم ومساندة البرلمان للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وذلك مع وزير المالية لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي وكذلك إجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد. وأكد مدبولي ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020-2021 تركز على الإصلاح الهيكلي بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي يساهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر وما تملكه من آثار متنوعة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، إذ تم عرض الموقف التنفيذي الحالي للمتحف وموقف التجهيز لحفل الافتتاح والحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لإطلاقها للترويج داخليا وخارجيا لهذا الحدث العالمي الضخم. بحث
بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مع المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارس المغتربين فاتس فوتيو تفاصيل إطلاق نسخة الرابعة لمبادرة إحياء الجذور، واتفق الجانبان على نقل التعاون الثلاثي إلى الشباب من الأجيال الجديدة تماشيا مع محاور منتدى شباب العالم والتي تحتفي بالثراء المتنوع للجذور المكونة للشخصية المصرية. وأشارت الوزيرة إلى النتائج المهمة لمبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية. تستضيف مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية في الفترة من 15 وحتى 19 من هذا الشهر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الإفريقية. مصر تستضيف أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية في المدة من 15 وحتى 19 من ديسمبر 2019. وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الأفارقة يجتمعون بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قضايا الأمن والسلم بقارة إفريقيا. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على قانون وحائزي الأسلحة وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 194 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1459 قطعة سلاح ناري، من بينها 267 بندقية و120 بندقية آلية وثلاثة رشاش و119 طبنجة و950 فرد محلي الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3342 طلقة متنوعة، إضافة ل 1568 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 555,984 حكما قضائيا، من بينها 2314 حكم جناية و190,063 حكم حبس و285,914 حكم غرامة و77,000 و693 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 16 تشكيلا عصابيا، ضموا 47 متهما قاموا بارتكاب 72 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 64 جريمة ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالية 92 متهما، كما تم ضبط 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1506 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1620 متهما وبحوزتهم حوالي 120.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3391.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر
وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 23 كيلوغرام وأكثر من 18 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 114,068 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. في لبنان شهد وسط العاصمة بيروت اشتباكات وعمليات كر وفر على نحو اضطر معه الجيش إلى الدفع بتعزيزات كبيرة من الأفراد والآليات العسكرية لوقف تلك الاشتباكات. يأتي هذا بعدما حاولت مجموعات تضم عناصر من أنصار حزب الله وحركة أمل اقتحام مركزي الاحتجاجات وسط العاصمة، غير أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم وحالت دون اقتحامهم لساحتي الاعتصام. في ذات السياق، نظم العشرات من المتظاهرين اللبنانيين احتجاجات أمام مقر مجلس النواب اعتراضا على الاستشارات النيابية الملزمة والتي ستجرى غدا الاثنين لتسمية رئيس جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، معلنين رفضهم إعادة استنساخ الحكومة المستقيلة مجددا. وحاول عدد من المتظاهرين اقتحام أحد الحواجز الأمنية باتجاه المجلس النيابي، وهو الأمر الذي قامت معه قوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب بدفع المتظاهرين مستخدمين العصي والدروع، وكذلك إطلاق وابل كثيف من القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، وطاردت المتظاهرين وأبعدتهم عن مقر المجلس. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ألا حل للأزمة في بلاده إلا بحكومة اختصاصيين مستقلين. وكشف جعجع في مؤتمر صحفي عن أن حزبه سيشارك في الاستشارات النيابية الخاصة بتسمية رئيس جديد للحكومة. نحن منا مع حكومة تكنوسياسية، نحن مع حكومة أخصائيين مستقلين. يلي بيرفض يوقع على هيك حكومة هو بيتحمل مسؤولية. شو بنعمل أكثر من هيك؟ يعني شو فينا نعمل؟ كل واحد ضمن حدود موقعه بيتحمل مسؤولية اللي عم بيعمله وبس. حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من خطورة استمرار الوضع الراهن في البلاد، مؤكدا أن لبنان يحتاج إلى حكومة في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأنها لن تتحمل أسابيع قليلة من الفراغ الحكومي وذلك في ظل التدهور الاقتصادي. وقال بري أن لبنان على أبواب ثورة جياع إذا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة أكثر من ذلك. في العراق شهدت ساحات الاحتجاج نشاطات عدة عبرت عن رفض المحتجين الأنباء التي تواترت حول ترشيح النائب البرلماني محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما طالبت كتلة سائرون رئيس البلاد برهم صالح بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من اختيار الشعب، محذرة من أن العراق يمر بما أسمته منعطفا تاريخيا من حياته السياسية والاجتماعية والأمنية. نددت الخارجية الإيرانية بالاتهامات الأمريكية لطهران بالمسؤولية عن هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت توجيه اتهامات لطهران. وفيما يخص الهجوم على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، أكد موسوي أن طهران بانتظار التقرير النهائي والرسمي من الحكومة العراقية بشأن هذا الهجوم. دانت محكمة سودانية الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لعامين. كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكما سابقا بالسجن 10 سنوات ضد البشير في تهم تتعلق بالفساد المالي، لكنها أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه 70 عاما. أشاد تجمع المهنيين في السودان بالمهنية وعدالة التقاضي التي اتسمت بها محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بما فيها حق الدفاع وعلنية الجلسات. واعتبر التجمع أن المحاكمة تعكس قيم الثورة والتغيير، مضيفا أن هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للبشير ونظامه.
وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى 15 من فبراير المقبل. وأعلنت لجنة الوساطة المشرفة على مفاوضات السلام السودانية المنعقدة في عاصمة جنوب السودان جوبا أن التمديد جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة. من جانبه أكد عضو المجلس السيادي السوداني الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي أن مفاوضات السلام السودانية الجارية تختلف عن كل المحاولات التي كانت تتم في السابق وليس لها أي خطوط حمراء على حد تعبيره. وإلى الجزائر، حيث قال الفريق أحمد جايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري إن الجزائريين اختاروا بكل شفافية عبد المجيد تبون الرجل المناسب والمحنك رئيسا للجمهورية. وهنأ صالح الشعب وأفراد الجيش على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، مشددا على أن الجيش سيبقى داعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية. بدوره تعهد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بالعمل على ما أسماه طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة، داعيا إلى حوار مع الحراك الشعبي. ملفات عديدة تنتظر الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون الذي أصبح ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية منذ استقلال البلاد سنة 1962. جزائريون يرون أنه يتعين على تبون إعادة النظر في موضوعات عدة أهمها فصل المال عن السياسة وملف الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابق. كذلك يرى كثيرون أن على الرئيس إعادة التعامل مع الحريات الديمقراطية والفصل بين السلطات ومحاربة الفساد وإصلاح مواطن الخلل في كافة مناحي الدولة. في الكلمة الأولى له عقب تسميته رئيسا للجزائر أطلق تبون تعهدات مهمة تكشف عن ملامح العصر الجديد، فقد تعهد بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة دون إقصاء لأي طرف، كما دعا إلى حوار مع الحراك الشعبي. أنا متفتح تماما للحوار مع كل من له نية إطفاء نار الفتنة والفرقة والتفرقة أيا كان، أنا مستعد للحوار معه ومستعد للحوار مع إخواني الأربعة إن كانت لهم نظرة في هذا الميادين، مرحبا بهم. وجاء تعهد عبد المجيد تبون بالتحكم في الاستيراد كإشارة على السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد. تحكمنا في الاستيراد، ولما نقول تحكم في الاستيراد راني التزمت ونلتزم من جديد أنني لا أحرم أي جزائري من أي شيء في خاطري، معليش، ولكن العبرة ما راهاش في الاستيراد نتاع الحاجيات المواطن سواء كانت حاجيات أولية أو كمالية، العبرة راها في تضخيم الفواتير. وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد فاز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالاقتراع الرئاسي في الدورة الأولى، حيث حصل على 4,945,000 صوت بنسبة تزيد عن 58%. كشف تقرير أمريكي أن الشراكة التركية القطرية تعمل على دعم الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، فإن أنقرة والدوحة تعملان على إيواء الجماعات الإرهابية ومموليها، كما تشجع الأفكار المتطرفة. كشفت صحيفة ياني جاغ التركية النقابة عن استقالة أكثر من 112,000 عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الأشهر الأربعة الماضية اعتراضا على سياسات رئيس الحزب أردوغان. أضافت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية يواصل التفكك والانهيار منذ الخسارة التي مني بها في الانتخابات البلدية الأخيرة، لا سيما في البلديات الكبرى في مارس الماضي بسبب الأداء الاقتصادي السيء وسياسات الحزب التي أثارت غضب قاعدة الناخبين والأعضاء.
قرر رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وقف تنفيذ مشروع قناة اسطنبول الجديدة، والذي يصر عليه إردوغان رغم تحذيرات خبراء البيئة والزلازل من عواقبه الكارثية على المدينة. وأوضح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول أن المشروع سيسمح بزيادة المباني الخرسانية على حساب الطبيعة، واصفا إياه بالخيانة لسكان البلدية. وتتجاوز تكلفة هذا المشروع 16 مليار دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من أزمة كبيرة ونقص في قيمة عملته أمام العملات الأجنبية. قال تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية إن 90% من المسلحين الأجانب في تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين دخلوا الأراضي السورية عبر تركيا. أضاف التقرير أن عام 2015 سجل عبور 1500 إلى 2000 عنصر إرهابي من تركيا إلى داخل الأراضي السورية. اتهمت نائبة في البرلمان التركي جيش إردوغان بدعم مغتصبي الكرديات في منطقة شمال سوريا والتي يقوم باحتلالها. tecavüzcüleri destekliyorsunuz diyoruz. Bunun izahı yok. Nasıl izahı yok? Afrin'de şu an kadınlar satılıyor. Kürt kadınları tecavüze uğruyor, satılıyor Afrin'de. Hayır, elinizi uzatmayın. Şu an kim yapıyor? Bakın. Bakın kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Oradaki milli ordu dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor. رصد تقرير لصحيفة عرب نيوز تردي أوضاع الشباب التركي، مشيرا إلى أن نحو 2,800,000 شاب باتوا عاطلين في أغسطس عام 2019 بنسبة بلغت 27% من إجمالي الشباب. أضاف التقرير أن 26% من الجامعيين لا يجدون عملا، وأن قرابة 250,000 شاب تركي اضطروا للهجرة إلى الخارج في عام 2017. قالت مجلة فوربس الأمريكية أن خطة الحكومة المصرية للطاقة المستدامة سوف تساعدها على وضع مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأشارت المجلة إلى أن هذه الاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي المستدام واكتشاف حقل غاز الظهر هي السبب وراء تنبؤ بنك ستاندردز بأن مصر ستكون واحدة من أكبر 10 اقتصادات عالمية في غضون 10 سنوات. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى الشركات الصينية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات. يهدف العقد إلى التعاون في مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، والتي من المقرر أن تصل إنتاجها إلى نحو 3 ملايين إطار سنويا للحد من الاستيراد الذي وصل إلى 186 مليون دولار في عام 2018. أكد وزير النقل كامل الوزير أهمية تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. وخلال تفقده من الإسكندرية أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري تمتد لتشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ. نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تظهر إعادة استزراع الأشجار التي تمت إزالتها بمناطق العمل بحي مصر الجديدة.
وإلى أخبار الرياضة، حيث يلتقي فريق الأهلي مع ضيفه حرس الحدود اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم، ويسعى الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاثة للارتقاء إلى قمة جدول المسابقة، حيث يمتلك الأهلي 15 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط. رحب الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بقرار غرفه التجاره الدوليه برفض الطلب الخاص بالحصول على تدابير الطوارئ المقدم من شركه لاجاردير سبور الفرنسيه فيما يتعلق بانهاء عقدها للاستغلال التجاري لمسابقات الاتحاد الافريقي. اوضح كاف ان القرار يجيء بعد ان زعمت الشركه ان الاتحاد الافريقي انهى العقد بشكل غير قانوني. تمكن فريق الهلال السعودي من تخطي الترجي التونسي بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويلتقي الهلال في المباراة نصف النهائية فريق فلامينغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية. وقد ودع السد القطري بطولة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام مونتير المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بهذه النتيجة يواجه مونتير المكسيكي فريق ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، في حين يلتقي السد فريق الترجي التونسي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس. ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على واتفورد بهدفين نظيفين للدولي المصري محمد صلاح، وبإحرازه الهدفين رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول وفي جميع المسابقات إلى 84 هدف، ليتفوق بذلك على النجم السابق في الفريق ولاعب برشلونة حاليا لويس سواريز والذي أحرز للريدز 82 هدفا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. في أنباء الطقس أيضا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولة أنباء منتصف الليل قدمناها لحضراتكم من إكسترا نيوز، هذا تذكير بأهم ما عرضناه. الرئيس السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ويؤكد أنه رسالة سلام قائمة على الحوار. مظاهرات في لبنان لرفض مشاورات تشكيل الحكومة، والأمن يتصدى لمحاولة اقتحام مركزين للاعتصام. الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية تمددان اتفاق جوبا مع تشكيل لجنة لإشراك أصحاب المصلحة في المفاوضات. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. في أمان الله.